سلامتك يا ابو العيلة. قالوا ايه؟ ما يقع الا مين يا شاطر؟ يا شافي يا عافي. قالوا ما يقع الا ابو العيلة. صح يا شاطر؟ ما تضحك يا شاطر. الف سلامة عليك، الف سلامة عليك. نهار شاشق يا ابو العيلة، مش عايز تنعس؟ تاني نفسي تلاقيك مش قادر تنقح عليك رجلك. مش قوي يعني. لا بتنقح. سلامتك يا اخويا. بقولك يا فاطمة، قول، هو في اكل في الدار؟ ايه يا حومتي يا حومتي، احنا ما تسحرناش وفي اكل والله يا ابو العيلة. انا بسأل عشان امي والعيال. الواد زناتي المعفن ياخد السبع قروش اليوميه كلتها عشان جبيره معفنه زي دي. معلش يا اخوي، فاتك 700، واذا كان على الاكل فمك ربنا يا رب يبارك لها في عمرها وصحتها لقمه بس تحييها كده من الموت، وهي ما بترضاش تاكل اصلا غير بعد الادام ما يدي. اها، يعني ما فيش اكل في الدار؟ فشر، في اكل طبعا. كوزين دورة ناشفين. تصدق يا فاطمه وحشني علف البهايم بتاعك دي. امشي. طب شوف بس فاطمه كده لما تحطهم في شويه ميه مغليه وتروح سقطهم فيها كده، وبعدين تهرسهم بشويه زيت ورشه ملح، ابقى كلهم بقى ساعتها وقول لي يتاكلوا ولا ما يتاكلوش. لا يتاكلوا يتاكلوا. بس زناتي زناتي ياخد مني السبع قروش كلها. يا لهوي يا ابو العيله، ما خلاص يا ابو العيله قلنا فداك. انت عارفه يا فاطمه ايه اللي بيوجعني اكتر من رجلي دي؟ خير كفر للشر. انت يا فاطمه كان نفسي تتهني وتستتي معايا والبسك واكلك اللي يستحقوا جمالك وطيبتك اللي انا محسود عليهم في كل حد. خص عليك يا ابو العالي، وانت كل حين ومين تفتكر الكلمتين دول وينقحوا عليك تقوم قايلهم لي على طول؟ أنا اللي محسودة عليك، محسودة على طيبتك معايا وحنينتك عليا، ده انت كل أهلي وناس، أنا ماليش غيرك يا راجلي وعيالي وليك راسي. يا زناتي يا ابن الجزمة. زناتي ده وقته. استني يا بنت، استني استني، أنا معايا فلوس. استني. فلوس؟ فلوس ايه؟ انا رايح ايه؟ فلوس ايه يا ابو العيل؟ انت واجع رجلك خبل مخك ولا ايه؟ الست راويه، الست راويه جات للطاحونه وادتني بقشيش عشان العيد. راويه؟ هي راحت فين فلوس؟ وراويه تديك بقشيش ليه يا ابو العيل؟ ما هي كانت جاتني الطاحونه وبعدت حنان بشوال سن عشان اطحنه لها. تطحنه لها؟ بس راحت فين؟ انا حطيتها فين الفلوس دي؟ هو ايه اللي تطحنه لها؟ دي كانت حته كبيره، باريزه كبيره. باريزه؟ ايوه حته واحده. باريزه؟ دور كويس يا ابو العيله والنبي. حتى ما غيرتش هدومي. دور يا ابو العيله كده تحت رجلك دي. حسبي يا بنت. تحت رجلك الثانيه. حسبي يا بنت. بقولك كل شويه وانا في الخناقه. خناقه ايه؟ خناقه ايه؟ انا قلت خناقه انت تقول ايه الكلام؟ خناقه يا ابو العيله. انا قلت زحمه، في زحمه الطاحونه في الهوجه بتاعت الموسم. يا ربي.